معايا دلوقتي عبر زوم من الولايات المتحدة الأمريكية الكابتن الكبير كابتن زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الأسبق. يا كابتن زكي، أخبار حضرتك إيه؟ مشرف ومنور. نورك، الله يخليك يا كريم، وحشنا والله. انا سايب التمرين عندي في الاكاديميه دلوقتي والله عشان بس اجي معاك. يا حبيبي معزتك عندي قد ايه يا حبيبي، شرفني. وتحيات الكباتن الله الكبار يخليك. كابتن وائل اباني والكابتن احمد عادل ليك. ازيك يا كابتن وائل؟ ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن، بخير حبيبي يا كابتن. حبيبي يا كابتن مصطفى. كابتن زكي، احنا خلاص دي المراجعه النهائيه، نعمل ايه؟ انت لعبت قبل طبعا كده المرحله النهائيه الصعبه دي، وربنا ما وفقناش، تنصح بايه لاعبتنا وتنصح بايه الجهاز الفني لمنتخب مصر؟ بص، زي ما اشوف لك، انا من نصيحه قبل الجهاز واللعيبه للاعلام وللجمهور وكله، خلاص احنا دلوقتي احسن 23 لعيب اتاخد خلاص. فاكر لما كنت معاك يا كريم قبل البطوله العربيه وبطوله افريقيا، وقلت لك ان احنا لازم نقف ونتعاون، انت قلت لي تعاون مع الراجل ولازم المسانده. قلت لك المسانده احنا هنختلف شويه، لان كان في دوره وقبليها ونتكلم، وانما دلوقتي مفيش وقت. من يوم ما خد 23 لعيب دلوقتي احسن 23 عندنا، مفيش اختلاف على ده، وخلاص دي المسانده بقى، دي المسانده دلوقتي، ده مفيش لا راي ده ولا راي هنا، هم احسن 23 عندنا وخلاص، دي المسانده ونقف جنبهم. انا شايف ان شاء الله اهم حاجه عندنا الثقه في ربنا طبعا الاول، والثقه في نفسنا ان احنا لازم نكسب ونصدق ان احنا نكسب، غير كده مش هيبقى صعب. لازم احنا نصدق قدامنا مين بقى، مش قدامنا مين، الظروف ايه، احنا نصدق ونصدق نفسنا قبل اي حاجه، وندي كل يعني كل واحد ادي 120%. عشان تكسب فرقه زي دي لازم تدي 120% من طاقتك وارادتك وكل حاجه، فانت مش هتكسب الا بالحل ده، انك انت تصدق وادي كل اللي عندك، ادي كل اللي عندك. بعد الماتش مهما كانت النتيجه بقى، انت على خلاص على الاقل انت اديت كل اللي عندك. صحيح. طيب ده مش اكتر من كده. صح كابتن زكي، عاده يعني لما بنلعب مباراه في القاهره من المفترض ننصح باللعب الهجومي، باللعب الضاغط، بتسجيل اهداف كثيره عشان تضمن قبل مباراه العوده، لكن انت الان تلعب قدام المنتخب السنغالي، منتخب كبير وله تشكيله رائعه جدا وجهاز فني محترم، ازاي نتعامل مع المباراه نفسها مع ال 90 دقيقه دول؟ بص يا كريم، خلينا صراحه مع بعض، يعني انا خلاص كروش جاي هنا مرة امريكا سنه 97 98، يعني انا كنت انا في جالاكسي، فانا اعرف خلفيه اللعيبه، في خمس لعيبه كنت في كولومبيا زي ما انا اتمرنوا هنا وكلموني عليه كتير وكده. هو بقاله من اول مرة 40 50 سنه، هو الفكر ده مش هيغيره في اربع خمس ايام. احنا هو بيعتمد على تنظيم الدفاع كويس، قفل كويس، صعب على الفرقه الثانيه، ما تخافش تجيب جون، مش هيجي جون فينا بالسهل، وفي نفس الوقت مش هنجيب جون بالسهل. فهو ما اعتقدش هيبقى ان هو هيغير الفكر ده 50 سنه تمرين غيرهم في خمس ايام. انا اعتقد ان هو برضه صعب على فريق السنغال، مش هيخش فينا جون ويبقى صعب عليهم، وبعد كده عندنا كان كره ثابته، هجمه مرتده من ورا كده، غلطه ممكن نكسب الماتش فيها. ما اعتقدش هيبقى مجازفه لو هو غير طريقه اللعب، هيبقى مجازفه. عظيم. ما اعتقدش ان هو الحاج اللي زي ما تقول في البطوله افريقيا مشت معانا كده وكمل كده، هو طريقته كده. وانا قلت لك لما كنت في مصر يا كريم في شهر ديسمبر اللي فات، هو طريقته كده، هو والبرتغيز كلهم كده، المدرسه البرتغاليه بعد جوزيه مورينيو كلهم كده، صعبه على الفرقه الثانيه وما تخليهمش يوصلك بالسهل، في نفس الوقت الهجمه المرتده، الكره الثابته، الكلام ده بيزيد. فما اعتقدش انه هيغير ده الماتش اللي هنا والماتش اللي لو كسبنا، يعني ان شاء الله باذن الله لو كسبنا واحد يبقى الماتش اللي هناك صعب عليهم جدا جدا. ان هيبقى تنظيم دفاع وكده، فاحنا مش عايزين نستعجل، مش عايزين ان احنا نجيب جون ونفتح القضاء الله تحصل حاجه ثانيه. وما اعتقدش ان كارلوس كوش بالغباء ان هو لا هو ذكي، مدرب ذكي، فمش هيغير طريقه، ما اعتقدش. فاحنا كنا متوقعين انه هيغير، انا ما اعتقدش، ممكن يكون انا غلطان، بس انا ده رايي ومعرفتي والناس اللي كلموني عليه. عظيم. وتدريب قدامه سنه، لعبنا مع بعض ثلاث اربع مرات ضد بعض، ما غيرش نفس الشيء، هو اسلوبه كده. صحيح. طيب نصيحتك لي محمد الشناوي ومحمد ابو جبل ومحمد صبحي في هذه المواجهه الكبيره. اعتقد ان الشناوي هيبدا، ومن حقه ان هو يبدا. كان يعني كان ممكن يكون 50-50 لو انا في الجهاز او انا موجود في الطاوله، الشناوي اللي هيبدا. فاحنا بنصيحه بيها للشناوي، الشناوي يعني لازم اقول لك قبل كده ممكن اعمل كيس لابو جبل لو كان امور مشت عاديه، حتى اللي هم ابو جبل وشناوي المستوى الثلاث اربع ماتشات الاولاني كانوا مهزوزين، انما الشناوي لحق نفسه الماتشين اللي فاتوا دول سان داونز والمريخ كان معقول شويه. نصيحتي للشناوي، انت احسن جول في مصر، انت وابو جبل او ابو جبل لو كان لعب كنت هقول له نفس الشيء، فاهم قصدي؟ ان انت احسن جول في مصر، وانت ما اهدى، ركز،
متع نفسك، متع الناس، ما تخليش الجيم انك انت تبين انك انت عايز تعمل الانقاذ اللي هو ما حصلش، يبقى اوفر رياكت. خليك طبيعي خالص، خلي الماتش اللي يجي لك ما تروحش انت الماتش. انت هيجي لك كرة او اتنين طول الماتش، الصد ده ممكن بتغير كل الماتش. يعني احنا كسبانين واحد، انت ممكن بتعمل زي ما تقولوا كده سيف الجيم، تعرف تنقذ الجيم لنا، او القدر الله خسرانين واحد انت بتخلينا في الجيم. فالانقاذ واحد بس في توقيت كويس، انقاذ في الوقت المناسب هيفرق في الماتش كله. الماتشين دولت ويعتبروا ماتش واحد، فمطلوب منك انقاذ اثنين في الوقت المناسب، ده اللي هيفرق معانا ان شاء الله. فانا بقول لك اهدى وركز وما تشغلش بالك، ما تخليش اي حاجه ممكن بيك تخليك مش هتقدر تتحكم في اي حاجه، لا تقدر تتحكم في اللعيبه اللي قدامك، لا تقدر تتحكم في حتى المدافعين اللي قدامك او فرقتك، لا تقدر تتحكم في مدرب، لا تقدر تتحكم في جمهور ولا حكم. كل الحاجه الوحيده اللي انت تتحكم فيها اللي تتحكم فيها حواليك كلها هو انت. ركز وراحه وريلاكس وتحكم في نفسك، والباقي بقى اللي يحصل بتاع ربنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخبنا الاسبق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.